السلام عليكم. مؤخرا نزل بحث مهم جدا بيقول ان العلماء قدروا يطنوا البرق. معنى ايه الكلام ده؟ يعني قدروا يحولوا البرق لطلقة ليزر. بس الموضوع ده مش جديد على فكرة، ده بدأ السنة اللي فاتت لما العلماء استخدموا ليزر عالي القوة عشان يغيروا بيه اتجاه ضربات البرق. لازم في البداية تعرفوا ان البرق هو عبارة عن تفريغ كهربائي قوي بين السحابة والارض، وبيقتل حوالي 1000 شخص سنويا، وبيعمل اضرار بمليارات الدولارات لانظمة الاتصالات وخطوط الكهرباء. في الخمسينات العالم الامريكي بنيامين فرانكلين اخترع لاول مرة مانعة الصواعق، والتكنولوجيا دي بنستخدمها لحد النهارده، بس مع الاسف ما تقدرش تحمي الا مساحه صغيره قوي. لكن الجهاز الجديد LLR ممكن يزود الحمايه من خلال تمديد ارتفاع القضبان لمئات الامتار، وكمان ممكن يحسن الحمايه للاماكن المهمه اللي زي محطات الطاقه والمطارات. الباحثين نقلوا الجهاز الجديد لقمه جبل سانتس على ارتفاع 2500 متر باستخدام طيارات هليكوبتر. الليزر اللي بنتكلم عنه حجمه قد العربيه ووزنه 2700 كيلوغرام. تم توجيه الليزر ده فوق برج اتصالات ارتفاعه 124 متر، والبرج ده بالذات من اكتر المباني اللي اتضررت من ضربات البرق. طيب الليزر ده بيشتغل ازاي؟ بيعمل شعاع من الجسيمات المشحونه كهربائيا واللي اسمها الايونات، واللي بتعمل على جذب ايونات البرق زي مانعه الصواعق المعدنيه بالظبط. سنه 2021 استخدموا الجهاز ده وبعتوا نبضات ليزر وصلت لحوالي 1000 مره في الثانيه، وبالفعل قدر الليزر يعيد توجيه كل ضربات البرق اللي حصلت في الوقت ده واللي كان عددهم 4. لكن مع الاسف ظهرت عقبه جديده، الحركه الجويه في المنطقه دي توقفت تماما لما كان الليزر شغال. لازم تعرفوا ان بيتم اطلاق نبضات الليزر في السماء، وبالتالي الحراره الشديده اللي بيسيبها الليزر على المسار بتاعه بتأين الهواء وبتسيب وراها قنوات البلازما، والقنوات دي تعتبر مسار مباشر للبرق. لكن مع الاسف القنوات دي عمرها قصير قوي وبتتلاشى مع اعاده الاتحاد مع الهواء المحيط بيها. لكن لو قدرنا نعيد تركيب البلازما دي فممكن نعمل قناه هوائيه عمرها طويل ومنخفضه الكثافه. بعد ما بيطفي الليزر بتختفي الموصليه بتاعه الهواء بسرعه، وده ما بيسمحش بتدفق شحنه كفايه لاطلاق شعاع كهربائيه والحفاظ عليها. الدراسه الاخيره بقى بتقول ان الليزر كان قادر انه يحول صاعقه لمسافه وصلت ل 200 قدم، لا وايه، قبل ما تخبط في مانعه الصواعق. الباحثين عشان يتاكدوا من ان قناه البلازما تفضل مفتوحه طوروا ليزر بيضرب نبضات اسرع 100 مره من الليزر اللي قبل كده اللي كان بيضرب 1000 نبضه في الثانيه، وشغلوا الليزر في وقت كان مليان بالعواصف الرعديه، وبالفعل قدر يعيد توجيه كل الصواعق. مش بس كده، ده كمان لقوا ان التفريغ ممكن يتبع الشعاع لمسافة 60 متر، وده معناه ان نصف قطر سطح الحماية 120 متر. الخطوة اللي بعد كده تطوير ليزر يقدر يوصل لمسافات اكتر من كده بكتير. هستنى رأيكم تحت في التعليقات. لحد ناقص حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.